بسم الله، صلاة والسلام على رسول الله، على بركة الله. اليوم نبدأ، راح نرسم لكم باترون كم الفراشة، ولكن ذاك الكم يركب على الرقبة ويأتي مسدول على الكتفين. أبعاد فستان عادي، قياس فتحة رقبة عندي هنا 8 سنتيمتر، عرض الكتف 12 سنتيمتر. فتحة الرقبة في هذا الموديل دائما تكون مفتوحة كبيرة، يعني مفتوحة. هناك من يقوم باختيار فتحة الرقبة تكون هكذا مقوسة، وهناك من يريدها أن تكون حرف V. طبعا الأمام والخلف نفس الشيء، مقوسة من الخلف أيضا مقوسة 20 سنتيمتر، من الخلف أيضا 20 سنتيمتر، حرف V أيضا كذلك 20 سنتيمتر أماما وخلفا، يعني من الأمام والظهر. فتحة الرقبة ستكون هنا 8 سنتيمتر، يعني كل سيدة وفتحة الرقبة تاعها. عرض الكتف قلنا 12 سنتيمتر، سوف نعمل على واحد فقط. فتحة حا تاع الإبط، حردة الإبط، النزول 22 سنتيمتر. فتحة دورة الصدر هنا، محيط الصدر يعني 24 سنتيمتر. الخصر 22 سنتيمتر. دائما الباترون نعمل على الربع في الفستان العادي، يعني هنا العرض مثل ما تحبين. أنا هنا 60 سنتيمتر. هناك من يضعها كلوش، يفصل الجزء السفلي على العلوي، يفصل هذا على شكل جيب كلوش، والفوق عادي. نأتي إلى كم الفراشة. كم الفراشة هكذا نختار. أنا دائما أختار 15 سنتيمتر، 15 سنتيمتر تكفي، ولكن هناك من يريد أن يكون مزدول جدا على الذراع، يعني راح تستعملي 20 سنتيمتر. قلنا هنا فتحة الرقبة 8 سنتيمتر، هذه هي فتحة الرقبة على 20 سنتيمتر، يعني فتحة الرقبة 8 سنتيمتر، ارتفاعها 20 سنتيمتر. راح نرسم هذا. كاين نوعين، نوع فيه الكشكشة مثل هكذا، كشكشة، هذه نهاية الكتف، كشكشة هنا وكشكشة هنا عند الرقبة. ويوجد نوع آخر، توجد هنا الكشكشة، طبقات، عفوا طبقات وليست كشكشة، طبقات، وهنا رقبة فقط، لا توجد أي طبقة هنا، هنا طبقات وهنا لا توجد حتى طبقة، يعني نوعين. النوع الأول مثل هذا، النوع الأول مثل هذا، سننزل ب 35 سنتيمتر، 35 سنتيمتر، ونرسم هذه الرقبة نفس الرقبة. إذا كانت V راح تكون V، إذا كانت مقوسة راح تكون مقوسة، يعني نفس الرقبة هكذا. هناك من يترك مسافة 2-3-4 سنتيمتر ويرسم هكذا، وهناك من يرسم مباشرة هكذا، لا وجود لهذه المسافة هكذا. أنا أفضل هذه حقيقة، يعني أفضل هذه من 3-4 سنتيمتر، لعندها سورجي أو الزيكزاك راح تقلل، راح ندير 2 سنتيمتر. أنا عندي الكفة، ما عنديش السورجي، راح ندير 4 سنتيمتر لأن الكفة راح تدخل من نوما. هذا هو الذراع. الطبقة الثانية راح يكون عرضها 12 سنتيمتر، 12 سنتيمتر، نفس الفتحة هنا وهكذا 12 سنتيمتر. هذا هو الفستان، هذا هو الفستان.
عفوا، وهذا هو الذراع، هذا هو الذراع. الطبقة الأولى والطبقة الثانية، يعني راح قبل ما تلصقي الطبق الذراع في هذا في البستان لازم تخيطي الطبقتين مع بعض أولا، ثم الخياطة في الفستان. طبعا الخياطة ما راحش تكون علوية، راح تكون من الداخل، من الداخل هكذا. عندما تكملين الخياطة سيقلب، يعني تسفنج تاع الرقبة هو نفسه هذا تاع الذراع، ما تحتاجيش تبطين آخر. اقلبي الرقبة وعاودي خيطي هنا فقط، سهلة بسيطة ما فيها ولا شيء. أما الذي قلت لكم عنه ما نعملوش ارتفاع للرقبة، هو نفس الارتفاع للرقبة هو هذا، لاحظي جيدا، هذا هو 15 سنتيمتر، نفس فتحة الرقبة 20 سنتيمتر. انظر ماذا فعلنا، قطعنا هذا الباترون نفسه ثم قسمناه كل قطعة 2 سنتيمتر ونقص، نترك 0.5 سنتيمتر من الأعلى، هنا نترك 0.5 سنتيمتر، نعين 2 سنتيمتر، نقص، نترك 0.5 سنتيمتر على كل القطعة. ثم نذهب إلى ورقة باترون أخرى، نلصقها عليها، نحاول فتح هذه التطبيقات أو المربعات، لا أدري ما تسمى، المهم نقوم بفتحها ونرسم باترون عليها، نتركها جانبا بالمقص، نقص هذا الباترون. عندما نقص فوق الورق سوف نمسك هكذا، هو نفسه طول الرقبة، أما في الأسفل سوف تأتي تلك التموجات. بعد العيد إن شاء الله سيتوفر القماش، سأقوم بتفصيله وخياطته في فيديو واحد، انتظروني. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. سلام.